ابن اللواء عبد الرحمن كان من الذين استجابوا لهذا النداء وبشر ونشر بيانا بموقفه. الأسوياء استحسنوا بيانه، ولكن بعض المعاقين بالفكر وبالعاطفة قالوا اعتذارك ما بيفيدك، وآخرون قالوا لماذا يوافق والدك على عودتك للقوات المسلحة ولم يعاد الآخرون، وآخرون اعتبروها خطوة تكتيكية للعودة لدور سياسي في حزب الأمة. نعم، لقد وافقت على رد اعتباره العسكري وطالبت بعودة الآخرين، بل فتحنا لهم مكتبا في دار الأمة لمواصلة المطالبة بالإنصاف. بيان ابن عبد الرحمن بعيد من كل هذه الخزعبلات، إنه تلبية للنداء المذكور بالاعتراف بالذنب وطلب المغفرة من الله والاعتذار للشعب ومخاطبة لسدنة النظام أن يقتدوا به، وهو ينطبق عليه كما ينطبق على غيره أي عقوبات ومساءلات وأي عزل سياسي لمن تولوا في السلطة مكانا دستوريا.